أهلا بيكم وفيديو جديد من قناتكم الآن تعلم. بيتواجد في العالم حاليا 195 دولة. كل دولة من الدول دي بتتميز بخاصية معينة، سواء كانت الخاصية جيدة أو سيئة. لكن الغرض من الفيديو مش إننا نحكم على الدول أو نقول مين أفضل أو أسوأ دولة. الغرض من الفيديو ده هو إننا نقوم بزيارة مدتها ثواني معدودة لمعظم دول العالم، ونعرف مع بعض إيه اللي بيميز كل دولة. ممكن الدول تتميز بمنتج معين، أو ظاهرة طبيعية فريدة، أو مستوى اقتصادي متميز، أو رياضة بتتفوق فيها، إلى آخره. بعض الخصائص دي طريف ومدهش، وبعضها مؤسف ومحزن. طيب، لو العدد اكتمل على الطيارة، استعدوا واربطوا الأحزمة، ويلا بينا نبدأ. هنبدأ مع دولة أفغانستان. بتحتل أفغانستان المركز الأول عالمياً في إنتاج مخدر الأفيون، ووفقاً للإحصائيات فإن 90% من مخدر الهيروين في العالم بيحتوي على الأفيون اللي تم إنتاجه في أفغانستان. ألبانيا بتحتوي على أكبر عدد من المخابئ العسكرية في العالم بالنسبة لعدد السكان، بمعدل مخبأ عسكري واحد لكل 18 فرد. أنغولا بتحتل الصدارة في معدل وفيات الأطفال بعدد بلغ 180 حالة وفاة من كل 1000 مولود جديد. أرمينيا بتمتلك أطول خطوط تلفريك بتمتد لمسافة متواصلة بدون توقف بتبلغ 5.6 كيلومتر. أستراليا سجلت أكبر عدد من الهجمات القاتلة لأسماك القرش اللي تسببت في وفيات أو إصابات بالغة بعدد 259 هجوم مسجل من بداية القرن العشرين لحد وقتنا الحالي. أما الأوروغواي فهي أكثر الدول استهلاكاً للحوم الحمراء في العالم بمتوسط 56.2 كيلوغرام للفرد الواحد في السنة. الأرجنتين بتحتل المركز الأول عالمياً في عدد لاعبي كرة القدم المحترفين خارج حدودها بعدد 1716 لاعب. إثيوبيا بيتواجد فيها أعلى نسبة لعمالة الأطفال في العالم. إسبانيا هي أكثر الدول تسامحاً مع الشذوذ الجنسي، وكذلك بتحتل الصدارة من حيث عدد العمليات الجراحية للتبرع بالأعضاء. أما إستونيا فبتتميز بكثرة عدد النساء عن الرجال بمعدل 1.19 من النساء لكل رجل واحد. أمريكا بتتصدر العالم في عدد الفائزين بجوائز نوبل وعدد الفائزات بلقب ملكات جمال العالم، وهي أكبر منتج للبترول، وكمان بتسجل أعلى عدد من الوفيات الناتجة عن الإصابة بسبب استخدام آلات جز الأعشاب بمعدل 69 حالة وفاة سنوياً. إفريقيا الوسطى هي أتعس بلد في العالم. إيران بتحتل الصدارة في هجرة العقول، وهي هجرة العلماء والمثقفين إلى خارج البلاد بمعدل 180 ألف شخص سنوياً. الكيان الصهيوني أو إسرائيل بتتصدر العالم في مجال البحث والتطوير الطبي، وكذلك في عدد الساعات اللي بيقضيها الأفراد على مواقع التواصل الاجتماعي بمتوسط 11 ساعة يومياً. إندونيسيا هي أكبر بلد إسلامي في العالم من حيث عدد السكان، وبيتواجد فيها 12.7% من المسلمين في العالم، وكمان بتحتوي على أكبر عدد من البراكين النشطة على كوكب الأرض. وبالإضافة لكده فإندونيسيا صاحبة أقصر شعب في العالم بمتوسط أطوال بيبلغ 158 سنتيمتر للذكور و147 سنتيمتر للإناث. الأردن بتتواجد فيها أخفض منطقة عن مستوى سطح الأرض بارتفاع بيبلغ سالب 428 متر، وكمان سجلت الرقم القياسي في موسوعة جينيس بأكبر قرص طعمية أو فلافل في العالم، واللي وصل وزنه إلى 75 كيلوغرام وتم تقسيمه على 600 شخص. الإمارات العربية المتحدة بتحتل المركز الأول في عدد الرجال مقابل النساء، بيشكل الرجال ما نسبته 69% من عدد السكان مقابل 31% فقط للنساء. إيطاليا بتحتل المركز الأول عالمياً في إنتاج وتصدير فاكهة الكيوي، وكذلك في عدد المناطق الأثرية والتاريخية المسجلة في منظمة اليونسكو. أقل ضرائب على دخل الفرد في العالم بتتواجد في البحرين بمقدار 0%. بيلاروسيا أو ما تسمى في العربية روسيا البيضاء هي أكثر الدول استهلاكا للمشروبات الكحولية بمعدل 17.5 لتر للفرد الواحد في السنة. دولة بوتان هي أكثر دولة بيعمل سكانها في الزراعة، نسبة السكان اللي بيعملوا كمزارعين بتتجاوز 80%.
ولو انتقلنا للبرازيل هنجد إنها أكثر دولة حاصلة على كأس العالم بعدد 5 مرات لحد وقتنا الحالي، وبالإضافة لكده فهي أكبر منتج للسكر في العالم. بوروندي هي أقل دولة في العالم من حيث الناتج القومي الإجمالي للفرد بمتوسط 277 دولار فقط في السنة. البرتغال هي أكثر دولة طلبت المرحلة الثانوية فيها بنجاح ومن الدور الأول بمجموع عالي. بوركينا فاسو سجلت الرقم القياسي كصاحبة أغلى اشتراك إنترنت في العالم، واللي بيصل إلى 961 دولار أمريكي في الشهر. إحنا في نعمة برضو يا جماعة. أقوى زلزال في التاريخ الحديث تم تسجيله في تشيلي سنة 1960، وبلغت قوته 9.5 درجة على مقياس ريختر للزلازل. أما بقى مصر أم الدنيا وبلدي الحبيبة، فهي الدولة الوحيدة في العالم حالياً اللي ما زالت بتمتلك أحد عجائب الدنيا السبعة، وهي أهرامات الجيزة، وده بعد تهدم وانهيار العجائب الستة الأخرى عبر الزمن. وكمان مصر هي أكتر دولة فازت بكأس الأمم الإفريقية بعدد 7 مرات، لكن للأسف فهي بتحتل المركز الأول في عدد الألغام الأرضية المتواجدة داخل حدودها، واللي بيبلغ عددها 23 مليون لغم من مخلفات الحروب. منغوليا هي أكتر بلد تم العثور فيها على حفريات لديناصور الفيلوسيرابتور، وكمان هي أكتر البلاد خلوًا من السكان في العالم، بمتوسط 2 فقط في كل كيلومتر مربع. كندا هي أكتر بلاد العالم ثقافة، وكمان فهي أكتر بلد بيتعرض لضربات النيازك. جمهورية الكونغو الديمقراطية هي أكتر بلد بيعاني السكان فيه من سوء التغذية بنسبة بلغت 75% من السكان. روسيا هي أكبر دولة في العالم من حيث المساحة، وهي المنتج الأول للألماس بلا منازع، وكمان بتمتلك أكبر عدد من الأسلحة النووية على كوكب الأرض، واللي بيصل عددها إلى 6800 رأس نووي. الصين بتحتل المركز الأول من حيث عدد السكان المتصلين بشبكة الإنترنت بعدد يتجاوز 746 مليون نسمة، وكذلك بتحتل الصدارة في إنتاج كمية غاز ثاني أكسيد الكربون الضار بالبيئة. لكن على الرغم من كده فالصين هي أكثر دولة في العالم بتستثمر حاليا في مجال الطاقة النظيفة لتقليل نسب التلوث. جنوب إفريقيا هي أكبر منتج للبلاتين في العالم بنسبة بلغت 68.32% من إنتاج البلاتين العالمي، وكذلك بيعيش فيها أكثر عدد من النعام على كوكب الأرض. كولومبيا هي أكبر منتج لمخدر الكوكايين في العالم. الكويت بتمتلك أغلى عملة في العالم، وهي الدينار الكويتي. الدينار الكويتي بيساوي حالياً 3 دولار أمريكي و30 سنت. كرواتيا هي أكثر دولة بتتم فيها جراحات زراعة الكلى، بينما كوبا بتسجل الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بكأس العالم لرياضة البيسبول بعدد 25 ميدالية ذهبية. تشاد هي أقل دولة في العالم استهلاكاً للكهرباء بالنسبة لعدد السكان، وكذلك فهي الدولة صاحبة أقل متوسط أعمار في العالم بمعدل 49 سنة فقط. أما أعلى متوسط أعمار في العالم فهو موجود في إمارة موناكو في أوروبا، واللي بيبلغ ما يقرب من 90 سنة، وبالإضافة لكده فموناكو هي أزحم مكان على وجه الأرض بمعدل 19,000 شخص في الكيلومتر المربع الواحد. جنوب السودان هي الدولة صاحبة أعلى نسبة أمية في العالم، 27% فقط من السكان بيستطيعوا القراءة والكتابة. النيجر هي أكثر دول العالم خصوبة وقدرة على إنجاب الأطفال بمتوسط 7 أطفال للمرأة الواحدة، وكذلك فهي أكثر دول العالم شباباً، وبيشكل الأفراد تحت سن 18 سنة ما نسبته 57% من عدد السكان. هولندا هي البلد اللي بيتواجد فيها أطول شعوب في العالم، ومتوسط طول بيبلغ 183 سنتيمتر للذكور و170 سنتيمتر للإناث. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تضغطوا لايك وتشاركوه مع أصدقائكم عن طريق الضغط على زرار الشير الموجود أسفل الفيديو، واشتركوا في القناة عشان يوصلكم كل جديد. أشوفكم الفيديو الجاي.